السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مباراة الأهلي وحرس الحدود، وهل تعمد فرجاني ساسي إنه ياخد إنذار أمام طلائع الجيش ولا لأ؟ بداية كده، الزمالك فاز امبارح على طلائع الجيش بهدف يوسف أوباما، والمباراة شهدت ندية بين الفريقين. ويعني لو في عدالة شوية في الكورة كانت المباراة دي تخرج بالتعادل، ولكن الزمالك قدر يحسم أمره في المركز الثاني ويأمن المركز الثاني نسبيا بعد خسارة بيراميدز أمام الجونة، ويقدر يوصل لنقطة 51 بفارق 6 نقط، مع اعتبار إن الزمالك هتخصم منه 3 نقط آخر الموسم، يبقى الفارق 3 نقط حاليا. في التسخين مباراة الزمالك أصيب أشرف بن شرقي بشد في العضلة الضمة، وقرروا عدم وجوده في القايمة وخرج من القايمة ودخل مكانه محمد صبحي، ولسه التشخيص المبدئي لإصابة أشرف بن شرقي مجاش، ومحدش يعرف هيغيب قد إيه. أتمنى له السلامة. طبعا لاعب مهم لنادي الزمالك في بطولة أفريقيا، حسم ماتشات كتيرة جدا للزمالك في الدوري وفي أفريقيا، وفي رأيي أنا في نظري هو أفضل لاعب في الزمالك الموسم ده. بالنسبة لفرجاني ساسي، فرجاني ساسي اتصاب في أثناء المباراة بكدمة في الظهر ومقدرش إنه يكمل الماتش. طب ليه بنقول في أول الفيديو إن اللاعب قصد أو تعمد إنه ياخد إنذار؟ اللاعب كده كده حس إن هو مش هيقدر يلعب الماتش الجاي، وهو كده كده معاه إنذارين في الأول التالت بالمرة، أنا كده كده هغيب الماتش الجاي، يبقى أغيبه بالإصابة وبالإيقاف بالمرة وأبقى خلصت من الإنذارات اللي عليه. تفكير كويس جدا من اللاعب وذكاء من اللاعب، لأنه كده كده هيغيب عن المباراة الجاية بسبب الإصابة، فقال يلا بجملة. فده ذكاء لعيب وذكاء ملعب. اللاعب زي ما بيقولوا كده اتصاب، فهطلع مش هطلع، لا مزايق لاعب طلائع الجيش، الحكم قام مديله انذار، يعني هو فضل في الملعب دقيقة كده عشان يستفز الحكم ويديله الانذار، الحكم استناش واداله الانذار على طول، اللاعب أخذ اللي هو عايزه من المباراة قبل ما يطلع، وهو الإنذار الثالث عشان يغيب عن المباراة القادمة لنادي الزمالك، وهو كده كده مصاب مش هيلعب. ده في الشق بتاع تعمد فرجاني ساسي إنه ياخد إنذار، وذكاء إحنا بنحييه عليه، وما أعتقدش إن في لعيبة في مصر بالدماغ دي. المهم، الأهلي هيلاعب حرس الحدود النهاردة، وتشكيلة الأهلي بيرجع لها تاني علي معلول بعد ان هو غاب بسبب الايقاف، وطبعا بيغيب عنها للمرة التانية على التوالي بعد ميعاد صالح جمعة. صالح جمعة رجع ماتش المصري لعب 10 دقايق، الماتش اللي فات بيغيب تاني وبيطلع بره القائمة خالص، الماتش ده بيطلع بره خالص برضو. علامات استفهام كبيرة جدا على ريني فايلر على قراراته في الشق بتاع صالح جمعة. العند الكروي بيولد خساير، انت محتاج صالح جمعة، محتاج بعد إصابة عمرو السولية يبقى معاك صالح جمعة وقفشة والناس دي تكمل الدوري معاك، محتاج انك تجهز صالح جمعة علشان بطولة أفريقيا اللي جاية يبقى جاهز معاك، أو إذا انت مش هتعتمد على اللاعب يبقى اللاعب ده تمشيه، محتاج إن تجهز اللاعب عشان يلعب الماتشات اللي جاية في الدوري اللي هي شبه محسومة والدوري محسوم، علشان تريح قفشة اللي مستهلك، عشان تريح السولية اللي مستهلك، علشان تريح اللعيبة بتاعتك المستهلكة، يعني تدي ده شوط وده ده شوط، ده ماتش وده ماتش، كلام من هذا القبيل. النادي الأهلي في تفكير إن هو يبدأ ماتش حرس الحدود بالحارس علي لطفي أو مصطفى شوبير، واتجاه لإراحة الشناوي، تفكير كويس، وأتمنى إن يدي علي لطفي، لأن أنت ممكن تحتاج علي لطفي في أفريقيا، فيبقى الحارس جاهز واقف على رجليه ومستعد. لا قدر الله يحصل إصابة، لا قدر الله يحصل حاجة، يبقى أنت معاك الحارس التاني جاهز، مش تجيبه من الدار للنار، أي مكان تاني يستحمل الخطأ، إنما حارس المرمى ما يستحملش الخطأ. فعلامة استفهام لفايلر إن هو ضم صالح جمعة في ماتش المصري، وبعد كده استبعده، وبعد كده تاني بيستبعده، و طبعا هلوم مجرة، وعلى كده ان شاء الله لاخر الموسم هيفضل مستبعد لحد اخر الموسم. ليه العند؟ محدش عارف.
ليه كل ما نقول اللاعب هيرجع واللاعب ملتزم واللاعب قد المسؤولية واللاعب 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 وزنه زايد شوية، ماشي يا عم اديله وشوف هو وزنه زايد هيعمل معاك ايه. وبعدين انت كده كده خلاص قربت تحسم الدوري، فانت مش محتاج اول الماتشات اللي جاية، فيا ريت تدي للعيب. انت ضمم 3 ناشئين وما بتلعبهمش، انت ضمم 3 ناشئين وما بتلعبهمش، ما تضم الراجل يبقى جاهز معاك. احنا كلنا شايفين في لعيبة دون المستوى، يعني شايفين جيرالدو بيرجع لورا بينزل لورا بينزل لورا وبرضه معاك في القايمة وبتعتمد عليه. ما تقوليش بقى اللاعب بدنيا وفي ذهنيا اللاعب هو والجون ومش شايف الكورة، خلاص هو انتهت الثقة، ما عادش وما عادش في امل ان هو يجي لقدام، لاعب فاقد الثقة فخلاص. وبرضه بتضمه وبتعتمد عليه. كلنا شايفين تقدم مستوى احمد الشيخ في الفترة اللي فاتت، لاعب بقى بديل كويس لحسين الشحات اللي طبعا بنقول للجمهور ان هو رجع للتدريبات الجماعية للفريق النهاردة، هو ومحمد محمود. محمد محمود اضافة كبيرة جدا لخط نص النادي الاهلي، مع تواجد أفشة مع تواجد السولية خط نص النادي الاهلي الهجومي هيبقى رهيب بتواجد الثلاثي ده مع ديانج وحمدي فتحي. يبقى احنا النادي الاهلي بيرجع له الشحات وبيرجع له محمد محمود للتدريبات الجماعية، مع انتظار انتظامهم في الماتشات اللي جاية ان شاء الله وانضمامهم للتشكيل. يبقى تشكيلة النادي الاهلي الماتش اللي جاي ده ما اعتقدش ان هيبقى فيها تغيير كتير، ممكن عنصر او اتنين يتغيروا. احمد فتحي ممكن يبدأ على حساب هاني ويريح هاني، معلول هيبدأ لانه ريح، السولية شغال مصاب اسف، ربيع او ايمن اشرف اعتقد هيبقوا قلبين الدفاع، وممكن يبقى ياسر وايمن اشرف، وممكن يبقى ربيع او ياسر الله اعلم هو بيفكر في ايه. ولكن ديانج وحمدي فتحي اساسيين وقفشه، وعندك اباي معاهم، عندك يلعب باتنين رصاد حربة مروان محسن وبادجي، الله اعلم دماغ المدرب فيها ايه واحمد الشيخ طبعا. ولكن كنا حابين نبص بصه على فكر المدرب ونتكلم هو بيفكر ازاي بماتش الحرس، وهو هيلعب باتنين راس حربة في ماتش الحرس، وهو بيفكر في الجزء ده عشان هيلعب بالشكل ده بره. يعني هو بيفكر في ماتش الوداد بره زي ما مدرب الزمالك بيفكر في ماتش الرجاء بره، بيلعب زي ما شفنا امبارح في ماتش طلائع الجيش، بيرسخ فكرة ان هو يبقى رد فعل زي ما لعب ضد الاهلي، زي ما لعب ضد بيراميدز، زي ما لعب زي ضد الترجي. هو بيرسخ فكرة ان هو بيلعب على رد الفعل والهجمة المرتدة والستايل ده نافع مع لعيبة الزمالك ومع اسلوب الزمالك، فهو مكمل في السكة دي. كارتيرون مكمل في السكة دي وماشي على الخطط دي. فايلر بقى بيفكر حاليا ان هو هيلعب ماتش الوداد بره بالاتنين رصاد حربة علشان يستغل مش هيبقى فيه لعب كتير على الاجناب وضغط من العمق، ولكن هيستغل الاطوال عند بادجي وعند معلول او عند اجاييه وعند مروان محسن، ويستغل الكرات العرضيه للثلاثه دول اللي هيبقوا مميزين فيها جدا في ماتش زي ماتش الوداد هناك. وهنبقى الاهلي مأمن دفاعاته وبيلعب على العرضيات احسن ما يفتح ويلعب طاير والكلام ده. فدي فكره عند المدرب بيحاول يعني ينفذها بقاله طال كام ماتش، و ما اقدرش اقول ناجح فيها قوي، ولكن بتؤتي ثمارها في بعض الاحيان والاهلي بيكسب. ولكن مش مطمئنه، هتبقى مطمئنه امتى في رجوع كهربا، هتبقى مطمئنه امتى تشكيله الاهلي في رجوع حسين الشحات، في طبعا عوده محمد محمود، عوده السوليه، الناس دي كلها لما بترجع بتدي اطمئنان للنادي الاهلي ولمدرب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والاداره. طبعا لفتة طيبة جدا النهاردة حبيت أتكلم عنها، هي حارس نادي الزمالك جنش كان يرتدي تيشيرت عليه صورة مؤمن زكريا، واتكلم عن مؤمن زكريا بشكل كويس جدا وإن هو بيدعم مؤمن زكريا، ولفتة طيبة جدا من حارس نادي الزمالك اللي بنحترم فيه الجزء ده والشق الإنساني، إن مصر كلها لازم تقف مع اللاعب مؤمن زكريا، لأن المرض النفسي وتدهور حالة مؤمن حالة نفسية بحتة، ولكن نتمنى الشفاء لمؤمن زكريا اللي اتكلمت عنه قبل كده في حلقة سابقة، وبرضه هتكلم عنه تاني وتالت ورابع. مؤمن يستحق أكتر من كده بكتير من مصر كلها، ولكن نتمنى له الشفاء وبندعي له كلنا إن ربنا يشفيه.
النادي الاهلي بكره قدام حرس الحدود، يا ترى الاهلي هيكسب هيخسر هيتعادل؟ اتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، والمدرب ريني فايلر انه يبدا ينفض دماغه شويه ويبطل عند ويشغل مخه لصالح النادي الاهلي، بدل ما هو بيفكر تجارب تجارب تجارب. انت كنت ماشي بسيستم واحد اول ما جيت، استحواذ ولعب على الارض والكرة حلوة وحافظ على الكورة ولعب كله على الأرض، وكنت ماشي حتى لما انطرد منك لاعب في ماتش النجم الساحلي هناك، قدرت تسيطر على الماتش 90 دقيقة، ولكن فعاليه الهجومية ما كانتش قد كده، وقدر نادي النجم الساحلي يخطف جون وإن كنت أنت المسيطر على الكورة. ماتش النجم في العودة الأهلي ما كانش أفضل حاجة، ولكن برضه كنت محافظ على ستايلك. في ماتش الهلال هناك كنت محافظ على ستايلك، وستايلك ده انت عارف تعمله كويس بمجموعة العناصر دي، فياريت تكمل في الستايل ده، لان هو اللي خلاك عملت كمية الانتصارات المتتالية. والعناصر العناصر اللي غايبة مقصرة، ولكن تقدر مع عودة العناصر انك ترجع لنفس الطريقة تاني وترجع تقفل، والخطورة ما بتبقاش باينة على دفاع النادي الاهلي الا في الكورة العالية بس، اللي نتمنى انه يحلها ويركز فيها، لان الكورة العالية هي الخطر الوحيد على النادي الاهلي في حالة ان النادي الاهلي بيلعب بالطريقة الاولانية اللي كان بيلعب بيها رينا فايلر، الاستحواذ والضغط وتقفيل المساحات والكلام ده كله. فالنادي الاهلي يا ريت فايلر يرجع لطريقته واسلوبه، بلاش يفتي كتير، بلاش الفتي كتير، وبلاش عند مع اللعيبة، ادي لكل لاعب فرصته بقى ونشوف اللاعب اللي ما يأديش توكل على الله، لان هي خلاص ما عادش في مجال للمجاملات والطبطبه. اللاعب اللي تديله فرصته 5 6 ماتشات في الفتره اللي جايه دي وما يقديش يتوكل على الله ونجيب غيره، ما عادش في مجال للطبطبه والمسايسه زي ما بيقولوا، لان بطوله افريقيا الاهم عند النادي الاهلي، وفايلر لو ما خدش بطوله افريقيا خدها مننا الاهلي هيمشي فايلر، لان فايلر جاي عشان بطوله افريقيا، لو ما جابش افريقيا مع السلامه. بس كل ده كانت حلقه النهارده. طبعا لو أول مرة تزورني في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان بيحمسنا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.